السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم ومساءكم وكل حياتكم معطرة بذكر الله. أهلا وسهلا بكم جميعا، وتحياتي للجميع لأفضل وأحلى وأغلى إخوات في الدنيا وعلى الكوكب والكواكب اللي جنبنا وعلى منصة اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم جميعا، وكلكم على راسي من فوق. وأفضل شيء في الدنيا هو ذكر الله والصلاة على المصطفى والمرتضى والمكتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بالجميع. طيب، النهاردة هنعمل صبغة باللون الأصفر أو الأشقر، بس هقول لكم على التكات كده تقدروا اللي انتوا تعملوها، وفي نفس الوقت هي وصفة يعني علاجية 100%. يعني بالمختصر المفيد، احنا هنعمل صبغة وفي نفس الوقت هي علاجية 100%. ايه هي الحاجات اللي احنا هنستخدمها؟ وهقول لكم على تركة جامدة جدا للي شعره مش بيلقط اللون الاصفر او اي لون. هقول لك تعملي ايه بالظبط، وايه هو السر في لقط اللون. طيب خليكوا بقى معايا واحدة واحدة. اول حاجة احنا هنجيب الطبق بتاعنا دوت او الحلة بتاعتنا دي، وهننزل بيه اول حاجة اهو، هننزل بيه قهوة خضراء وحب الرشاد، يعني هنقول كده معلقة وايه ومعلقة. بعد كده هننزل هنا هو بثلاث مكونات رهاب جدا. هننزل باوراق الزيتون، وهننزل بالبابونج، وهننزل بثلاث اربع حبات من الايه المسمار او من الايه القرنفل. بعد كده هننزل بيه حوالي هنا هو عبارة عن ثلاث معالق من ايه من الكركم، بالثلاث معالق من الكركم عشان يبدأ معانا يلقط اللون الايه الاصفر. ولو حضراتكم حابين تخلوا اللون اصفر ده اصفر كويس جدا، هنزود معانا البابونج. بعد كده هوت هنعمل ايه بقى؟ هناخد كل الكلام دوت ونرفعهم على النار. خلي بالكو الناس اللي هي يعني اللي عايزه تخلي شعرها اصفر خالص كده اهوت، ممكن تزود الايه البابونج معانا، يعني مثلا بدل ما تخليه معلقه ممكن تخليه معلقتين، مفيش فيها مشكله خالص. هناخد كل الكلام ده هنرفعه على النار، وهقول لك بعد كده تعملي ايه بالظبط. كده اصبح شكله النهائي اهو، زي ما احنا شايفين روعه جدا جدا فوق مما تتخيلوا. كده انت على ما يعني على اول الطريق اللي انت تعملي صبغه وفي نفس الوقت تبدا تعالجي شعرك، سواء من تقصف الاطراف، سواء من التساقط الحاد، سواء لو احنا عايزين نرطب شعرنا او عايزين نحمي شعرنا نقوي الجذور، حاجه كده يعني من الاخر احنا بنعمل حاجه علاجيه وفي نفس الوقت صبغه طبيعيه 100%. طيب هنعمل ايه؟ هنركن ده كده على جنب اللي احنا هنستخدمه شوية كده، وهنجيب معانا الطبق دوت. وهنا انا خدت هنا بيضة بلدي، شايفين ده بيضة بلدي يا جماعة. لو انتوا عايزين تستخدموا البيض العادي برضو ما فيش مشكلة، ولكن هو الافيد اللي احنا نستخدم الايه البيض البلدي. بعد كده هننزل معانا بالحنة اهو، هننزل معانا بالحنة، يعني على حسب بقى ايه طول الشعر عندك، وعلى حسب ما انت ايه عايزة تحطي زي ما انت عايزة. انا كده ايه حلو شويه اهو، مفيش مشكله اهو. وهنبدا نقلب كل الكلام ده اهو، هنبدا ايه نقلبه عشان بعد كده ايه نبدا نضيف الايه الاضافات التانية اهو. بعد كده طبعا انا بقلب بالمعلقه، طبعا الكلام ده ما ينفعش بالمعلقه، لازم بالايد زي ما انتم عارفين، ولكن انا هنا عشان التصوير انا لازم اقلب الايه بالمعلقه. بعد كده هننزل هنا اهوت بالميه بتاعتنا حبه بحبه كده اهو اهو، عشان ما يبداش ايه ياخد مننا الشكل الايه الصايص، لازم يبقى معانا شكل زي الكريمه كده بالظبط. طيب لو احنا مثلا اللون عندنا الشعر عندنا اسود، هل هو هيلقط معانا؟ يلقط معاكي، بس خلي بالك من حاجه. هنعمل ايه بقى؟ هقول لك هنعمل ايه. هنجيب حبه الكركم كده ونحط عليهم اهو، شايفين؟ ولما نيجي نعمل الميه ما نحطش اي حاجات تانية فيها اسود. هنعمل ايه؟ هنحط بس الـ 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 الكركم، وهنحط الايه هنحط الكركم بس، هنزود ايه، هنحط مثلا ايه ثلاث معالي اربع معالي من الايه من الكركم عشان يديني اللون يلقط معايا بسرعه. ده لو احنا شعرنا ايه، لو احنا شعرنا اسود. طبعا انا هقفل معاكم وايه هعملها، وهرجع لكم تاني ان انا هلبس ايه، هلبس كيس وابدا ايه اعجنها. انا هنا هي هبدا اعجن اهو عشان خاطر ايه انا لابس كيس كده اهوت، عشان انتوا عارفين طبعا الايه الحنه
هتبقى ايه ما يعني عامله في الايد، وانا هعملها يعني مش عايز الايه الحنه تبقى موجوده في ايدي طبعا. اهو هبدا ايه نعجن كل الكلام دوت، وبعد كده ايه هرجع ليكم في الاخر اوريكم شكلها الايه النهائي. كده اصبح شكلها زي ما احنا شايفين اهو، عسل جدا وعسليه، واللون بتاعها فعلا هيطلع روعه روعه روعه. طيب في هنا بقى نبدا بقى نتكلم بقى، لو احنا مثلا شعرنا مش بيلقط اللون او لو شعرنا اسود هنعمل ايه؟ هنيجي نحط الكركم وهنحط ايه البابونج، هنحط ايه 4 معالق بابونج و4 معالق كركم ونبدا نغليها على النار، مش هنحط اي ايه حاجات تبدا يعني تبدا تسود الحاجه او تديله لون ايه غامق سنه، لا احنا عايزين نحط كل الفواتح. فايه هي الحاجات اللي يقدر يفتح لي اللون؟ هو البابونج والكركم، فالحاجتين دول هيبداوا يفتحوا لون الايه الشعر. بعد كده هنيجي بقى نكمل بقيه الايه الحاجه بتاعتنا عادي، هنحط هنا الكركم وهنحط البيض وهنبدا ايه نشتغل، بس في معلقه هنحطها، هنحط ايه معلقه زيت الحنه اهو، هنحط معلقه من زيت الحنه. انتوا عايزين تحطوا زيت زيتون ماشي مفيش مشكله، عايزين تحطوا ايه اهو انا هاخد ايه معلقه من زيت الايه الحنه اهو، عايزين تحطوا معلقه زيت زيتون ماشي، عايزين تحطوا مثلا على سبيل المثال جوز هند حطوا جوز هند زي ما انتوا عايزين. ليه حطينا معلقه زيت؟ عشان تبدا تعمل عمليه الايه الترطيب. طب وانا ليه اخترت الحنه؟ اخترت الحنه عشان خاطر انا عايز الغذاء اللي فيها، تمام. ممكن بقى تحطي معلقه انت روزماري عشان التطويل مفيش مشكله، وممكن تحطي على سبيل المثال البابونج معلقه بابونج عشان يبدا يديك برضه تفتيح شويه. وخلي بالكوا زي ما قلنا ان البابونج من اهم الحاجات اللي هو بيبدا يفتح لك الايه اللون الشعر. يبقى احنا كده عملنا افضل وصفه، سواء اللي هي للصبغه او في نفس الوقت علاجيه. شكرا ليكم وتحياتي، واتمنى ان انتوا تطبقوا الوصفه دي، لانها الوصفه دي فعلا هايله جدا وممتازه، وتحياتي للجميع.